ستيم جاي. طب انت اصلا فاكر ورقه سايكل انت خدتها مع دكتور عيد في ستيم، والستيم ده جاي. ايه الفرق بين الداش باور سايكل والبيبر باور سايكل؟ الستيم دول الستيم بيبقى ناشف خرافي الميه يعني. لا عايز باشمهندس، عايز اسمع على بقى، بدات المحاضره على فكره. عايز باشمهندس كانت عايز النور، ايه النور ولا عشان تشوف كده؟ طبعا معلش بقى لو سمحت اقفل الباب معايا. بنزين او سولار يعني الغاز بتاعنا لما بيولع بيستعمل بدل هو ده كده الوركينج فلويد اللي داخل الجاز باور سايكل. بتتكلم على انواعه اللي هو يا اما بنزين يا اما سولار. لا انا بقول ايه الفرق بين الجاز باور سايكل والفيبر باور سايكل؟ انتوا خدتوها مع دكتور عيد. هو لما دخل اشتغل معاكم فيبر باور سايكل، قدامين فيبر باور سايكل يعني ايه باور سايكل؟ يعني ايه اصلا فيبر باور سايكل؟ هي باور سايكل دي معناها ان دي السايكل اللي بتشتغل داخل الديفايسز اللي هي اصلا بروديوس باور. كلمه باور سايكل بس، لان احنا اصلا عندنا في السيرمو دايناميك ابلكيشن او تطبيقات السيرمو دايناميك، احنا خدنا الترم السنه اللي فاتت او سيرمو دايناميك واحد. يعني ايه كلمه سيرمو دايناميك؟ يعني ايه فيرست لو سيرمو دايناميك؟ يعني ايه سكند لو سيرمو دايناميك؟ قوانين، كل الكلام كنا بنتكلم فيه السنه اللي فاتت. نظريات، الناس كانت بتتكلم في ايه؟ يعني ايه سيرمو دايناميك؟ يعني ايه فيرست لو؟ يعني ايه سكند لو؟ السنه دي او سيرمو دايناميك 2 هنتكلم على الابلكيشن بتاع السيرمو دايناميك، تطبيقات السيرمو دايناميك كمهندس. فتطبيقات السيرمو دايناميك او من اهم تطبيقات السيرمو دايناميك ان انت عندك تو سايكل مهمين جدا، حاجه اسمها باور سايكل وحاجه اسمها ريفريجريشن سايكل. يعني ايه باور سايكل؟ يعني ايه ريفريجريشن سايكل؟ الباور سايكل دي هي السايكل. انا المفروض اسالك ارجع تاني في السايكل اللي هو ثلاث كلمات ده، اقول لك يعني ايه كلمه سايكل اصلا؟ فاكرينها؟ سيكونس اوف بروسيسز، مجموعه عمليات. هي معموله على سيريز اوف بروسيسز، هي عباره عن مجموعه متتاليه من البروسيسز، بس بتبقى ايه؟ ريتيرن تو انيشال ستيت، صح؟ بتبقى كلوز سايكل. فهي دي كلمه سايكل، اللي هو بدا من ستيت، من ستيت نمبر 1 عمل كذا بروسيس رجع تاني عند نفس الستيت، فدي كلمه سايكل. طيب الابلكيشن بتاعت السيرمو دايناميك قلنا يا اما باور سايكل يا اما ريفريجريشن سايكل. يعني ايه باور سايكل؟ هي السايكل اللي جوه السيستم او الديفايسز اللي هي بروديوس باور او بروديوس ورك. من يعني الاثنين، المثال اللي هو انت هتاخده السنه دي في الجزء بتاعنا بتاع سيرمو دايناميك 2 او لحد بس الميد تيرم. لا بعد الميد تيرم مش الدكتور محمد هيشتغل في الريفريجريشن. طيب الباور سايكل اللي هو الفيبر باور سايكل والجاز باور سايكل. يبقى كلمه باور سايكل هي السايكل اللي جوه ديفايسز اللي بروديوس باور، صح؟ طيب كلمه بقى فيبر باور سايكل وكلمه جاز باور سايكل دي تبقى اكوردنج للوركينج فلويد اللي داخل السايكل. الفيبر باور سايكل هيقول لي بتشتغل بميه واسمها او من ستيم. طب ما هو الستيم اصلا بيجي له فيه بارت في السايكل دي بيبقى جاز، اللي هو الميه بدات دخلت الاول. شفت خط مع دكتور عيد؟ دخلت الاول البويلر من البامب، وكان في بامب كده بتطلع الميه للبويلر. البويلر دي بتروح مسخنه بتعمل هيت ترانسفير للميه، فبتسخنها بتحولها من ليكويد لستيم. بعد كده الستيم بيدخل التربينه، فالتربينه فيها شافت وفيها ريش بليدز كده، فالستيم بينزل بقوه او بسرعه عاليه جدا على البليدز دي فبيحركها، فهي متصله بشافت، والشافت ده في جنريتور، فلما بيتحرك بيدوس ايه؟ باور. الجزء من الباور اللي طلع في التربينه دي او الستيم اللي كان دخل التربينه ده، جزء منه طلع باور والجزء الثاني نزل على فين؟ على كوندنسر، فحصل له تكسير، يتحول من الستيم للميه، وبعد كده راجع للبامب. البامب لازمتها ايه؟ ترفع الضغط تاني عشان الضغط بتاع البويلر، وهكذا بقت كلوز سايكل، صح؟ طيب يبقى دلوقتي الوركينج فلويد اللي موجود في البيبر بار سايكل اللي خدتها مع دكتور عيد مش جاز بس، هو بارت ليكويد وبارت جاز، بس الجاز هو الستيم، صح؟ لكن الجاز باور سايكل كل الوركينج فلويد بتاعتها في كل السايكل كلها جاز، خلاص مفيش فرق، مفيش جزء ليكويد وجزء جاز. فده الفرق بين الجاز باور سايكل والفيبر باور سايكل. الاثنين السايكل دول هو انا اللي فصلت ده؟ ليه ده؟ طيب او اول مجال من تطبيقات السيرمو دايناميك اللي هو الباور سايكل، صح؟ التطبيق الثاني الريفريجريشن سايكل. الريفريجريشن سايكل دي هي السايكل اللي موجوده داخل الديفايسز اللي بريديوس ايه؟ ريفريجريشن او زي مثلا الاير كونديشن التكييف، الريفريجريتور الثلاجه، الهيت بامب الدفايه، السايكل اللي جواها دي بتبقى ابلكيشن للريفريجريشن سايكل، وده المفروض الجزء ده اللي دكتور محمد هيشتغل معاكم. فانا دكتور عيد هنشتغل باور سايكل، هو هيشتغل البيبر
باور سايكل وانا هشتغل الجاز باور سايكل. وقلت لك الفرق بين البيبر وبين الجاز خلاص. الروتين جيف ليفل في البيبر جزء منه ليكويد وجزء منه ستيم وجزء منه جاز. اما الجاز باور سايكل طول السايكل كلها كل الروتين جيف ليفل اللي داخل جاز خلاص. طب نقول بقى الكلام اللي انتوا شايفين الريزولوشن ده ولا حاسه ان هو واضح بالنسبه لكم؟ اعمل ايه؟ هنا بيقول لي ايه تو امبورتنت اريا اوف ابلكيشن فور ثيرموداينامكس اللي هي باور جنريشن اند ريجريشن. والاثنين زي ما احنا اتفقنا بيشتغلوا داخل سيستم. والسيستم ده اوبريت ان ثيرموداينامكس سايكل. وعارفين يعني ايه كلمه ثيرموداينامكس سايكل. وقلنا ثيرموداينامكس سايكل كان بي ديفايد انتو تو جنرال كاتيجوري اللي هي باور سايكل والريفريجريشن سايكل. ذا ديفايس اور سيستم يوز تو بروديوس نيت باور اوتبوت. يبقى الاجهزه اللي انا بستخدمها عشان تنتج لي نيت باور اوتبوت بنسميها انجن. هو ده ابلكيشن للديفايسز اللي هي بروديوس باور او اللي هي بتشتغل في الباور سايكل خلاص. فمنها مثلا الانجن اند ثيرموداينامك سايكل ذات زي اوبريت اون اور كول باور سايكل. يبقى السايكل اللي بتشتغل داخل الديفايس اللي هو بروديوس باور بنسميها باور سايكل. ذا ديفايس سيستم يوز تو بروديوس ريجريشن افكت اور كولد. الاجهزه بقى اللي هي بتستخدم ريجريشن سايكل زي الريفريجريتور والاير كونديشنر والاي والهيت باور. طيب بيقول لي الثيرموداينامك باور سايكل. على فكره الكلام المكتوب ده هو اللي انا قلته خلاص. الثيرموداينامك باور سايكل بنقسمها برده جاي سايكل وبيبر باور سايكل ديبيندينج اون ذا فيس اوف وركينج فلويد. تعتمد على الوركينج فلويد اللي موجود داخل السايكل بتاعي. في الجاز سايكل الوركينج فلو بتاعتي ريميل جاز فيس رو اوت ذا انتاير سايكل. كل اثناء السايكل كلها كل الوركينج فلو بتاعي في الجاز باور سايكل بيبقى جاز. ولكن في البيبر باور سايكل الوركينج فلو بيبقى ان ذا بيبر فيس ديورينج وان بارت اوف ذا سايكل اند ان ذا ليكويد فيس ديورينج انذر بارت خلاص. طيب بيقول لي الثيرموداينامك باور سايكل برضو. احنا بقول تاني اللي مره الثالثه لحد دلوقتي ان انا هشتغل على باور سايكل انا والدكتور عيد لحد المتر. فبيقول لي الثيرموداينامك باور سايكل بقدر اقسمها بطريقه ثانيه لكلوزد اند اوبن سايكل. طيب حد نرجع تاني للجزء بتاع دكتور عيد. الفيبر باور سايكل السايكل بتاعتنا دي كلوز سايكل ولا اوبن سايكل؟ اوبن اوبن سايكل سايكل كلوز. اه ايوه سايكل كلوز. مفيش اي حاجه بتنزل اوبن سيستم. اه اوبن سيستم بس كلوز سايكل. السايكل مقفوله مفيش اي حاجه اتربط من بره. ده الميه اللي خرجت من الستيم اللي خرجت من التربينه بعد ما نزلت عمال يبروديوس الوات ده انا عديته على كوندنسر سحبت منه الهيت ريجكتد بره لكن اتحولت لليكويد تاني دخلت على بامب عشان ترفع الضغط دخلها داخل البويلر وبعد كده انا سخنت دخلت تاني على التربينه وهكذا. انا كده ما ضفتش وركينج فلويد من بره. هي الميه بتاعتي موجوده معايا صح. فدي كلوز سايكل. فانا قعدت دلوقتي تاني تصنيف للباور سايكل بتاعتي يا اما خلاص اول تصنيف ليها يا اما تبقى فيبر باور سايكل يا اما تبقى جاز باور سايكل. تاني تقسيمه ليها يا اما تبقى كلوز باور سايكل يا اما تبقى اوبن باور سايكل. فكلوز باور سايكل زي الفيبر باور سايكل اللي درسناها مع دكتور عيد. طيب تعالى بص كده على الانجن او المكنه اللي موجوده في العربيه. اي عربيه السايكل بتاعتها دي اوبن ولا كلوز؟ اوبن. ليه اوبن؟ عشان بتطلع العادم. العادم العادم تخرج العادم يدخل لها بنزين. بس هي ما بتدخلش بنزين بس دخل بنزين واكسجين. بنزين وهواء. بنزين وهواء عشان يحصل احتراق انا لازم يبقى عندي اير وفيول واي مصدر للاشعاع. فارك بقى او ان انا اضغطه لدرجه ان هو يرفع ضغطه ودرجه حرارته عاليه جدا فيحصل سيلف اجنيشن اللي هو احتراق ذاتي. يبقى عشان يحصل احتراق لازم يبقى عندي وقود وهواء. طيب فاحنا مش هنسبق الاحداث هنتكلم بس في الحته اللي احنا لسه لحد فيها دلوقتي. ان داخل الموتور بتاع العربيه او اي انجن برضه بيدوس باور بس الوركينج فلو بتاعته جاز. السايكل بتاعته اوبن سايكل زي ما زميلك قال. لو انا عندي دلوقتي الانجن بتاع العربيه بتاعتي هاخد كده شكل مبسط له. هو عباره عن اسطوانه صح. اسطوانه داخل جواها بيستون. البيستون ده بيتحرك لفوق حركه تردديه عشان كده بيقول عليها ريسيبريكيتنج سايكل يعني او ريسيبريكيتنج كومبانشن انجن. محركات ذات حركه تردديه خلاص. ودي من فوق كده اثنين صمام واحد قلت واحد اوت خلاص. القلت ده بيسحب الاير زائد الفيو والميكشر مع بعضه بيدخل جوه الاسطوانه. فلما بيسحبوا البيستون بينزل لتحت. بلاش كل ده بالتفصيل دلوقتي.
خلاص فالبيستون بتاعي بينزل لتحت كده حركه تردديه هو متصل بحاجه اسمها كرانك شافت والكرانك شافت متصل بالكرانك اللي هيتحرك العربيه. طب هو دلوقتي راح نازل لتحت نتيجه ان البيستون بتاعتي او الاسطوانه بتاعتي اتملت بالاي في والنيكتشر بتاعي فنزل من التوب ديد سنتر الحته اللي كانت فوق دي لحد البوتوم ديد سنتر. وانا بقى ممكن اقول احنا هنبدا انا بشرح حاجات النهارده كلها كده تخيلات جميله بس هشرحها بالديتيلز حتى لسه في المحاضره. انا بس بقول لك ايه الفرق بين الاوبن باور سايكل وبين الكلوز باور سايكل. التصنيف الثاني للباور سايكل بتوعي الكلوز خلاص عرفناها اللي هي الابلكيشن ليها البيبر باور سايكل. طب الاوبن سايكل اللي هي السايكل اللي موجوده في الجاز باور سايكل زي ايه؟ زي السايكل اللي موجوده داخل موتور العربيه قلنا عباره عن اسطوانه. ممكن اجيب لك حتى ليها ونرجع تاني لكل السلايد دي تاني بسرعه اهي مثلا زي الشكل ده كده دي اسطوانه معموله قطاع كده هتشوفها من جوه ادي الاسطوانه وده البيستون بتاعي. البيستون ده فيه هنا كرانك شافت متصل بالشافت. البيستون بتاعي بيتحرك حركه تردديه نتيجه ايه الحركه دي؟ نتيجه ان هو في بدايه المشوار بتاعي خالص بيبقى واقف فوق هنا عند حاجه اسمها التوب ديك سنتر وده اثنين فالف واحد انتيك واحد اكسبوز. الانتيك ده بيسحب الاير فيو والميكتشر بيدخل جوه الاسطوانه هنقول بيدخل ازاي. فلما بيدخل جوه بيضغط على البيستون فبينزله من التوب ديد سنتر لحد البوتوم ديد سنتر. فطبيعي لما هينزل هيروح محرك ايه؟ الكرانك بتاعك حركه. طيب وبعد كده لما بيتحرك حركه يروح الكرانك رد تاني يطلعه صح؟ فلما يطلعه هيعمل ايه في الشحنه اللي كانت جوه؟ هيعمل ايه في الشحنه؟ انا عندي بيستون مقفول بيستون مقفول وفي عندي اسطوانه وفيها بيستون واتملت بشحنه بعدين البيستون هو طالع من تحت لفوق بيعمل ايه جواها؟ بيعمل لها كومبريز بيضغطها فبيضغطها لحد درجه حراره معينه وضغط معين عندهم في هنا حاجه اسمها سبارك سبارك اجنيشن زي ولاعه كده تروح عامله ايه؟ اللي هي في العربيه البيجوهات تروح عامله ايه؟ عامله السبارك الشراره فتروح الشراره مع الوقود اللي هو الاير والفيول اللي ضغطه عالي جدا ودرجه حرارته عاليه جدا فيحصل اجنيشن فالاجنيشن هيحصل بقوه يروح ضاغط على البيستون منزله تاني من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر فكل ده طبعا بيعمل حركه للكرانك صح؟ وبعد لما نزل اصبحت الاسطوانه بتاعتي بقت مليانه ايه؟ مليانه عادم صح؟ اللي هو نواتج الاحتراق اللي حصلت من احتراق الهواء والوقود فالعادم ده عايز يخرج يروح الاكزهوست فالف مفتوح ويروح البيستون طالع تاني نتيجه حركه الكرانك شافت فيروح طلع ايه؟ الاكزهوست العادم بتاعه هيخرج بس طبعا الانتيك فالف بيبقى مقفول خلاص فبيخرج العادم وبعد كده يرجع تاني البيستون ينزل لتحت هو بينزل بيسحب شحنه جديده ايه راند فيول يبقى انا كده جبت اوبن ولا كلوز كده انا اوبن انا خلاص رميت اهو وبرجع اسحب ووركينج فلويد تاني جديد فطالما سحبت ووركينج فلويد جديد بقى السايكل بتاعتي اوبن خلاص لكن في البيبر باور سايكل اللي خدناها مع دكتور عيد انا ما بجيبش ميه من بره ده الميه بترجع ترفع ضغطها تسحب تروح راح على التربينه بتديوس فور بعد كده بتاعت الكسر وبعد كده ضغطها يترفع في البامب وتطلع وهكذا فبقت كلوز سايكل فده كده تاني نوع من تصنيفات الباور سايكل اول حاجه يا بيبر باور سايكل يا جاز باور سايكل تاني حاجه بقول عليها يا اما اوبن كلوز اند اوبن سايكل وده برده الشرح بتاعها دي موجوده فين ودي موجوده فين خلاص بيقول لي في الاوتوموبيل انجن الكومبانشن جاز ار اكزوستد عشان كده العوادم بتاعت الاحتراق بتاعتي بتخرج اند ريبليسد باي فريش اير فيول ميك شور ات ذا اند اوف اتش سايكل في نهايه كل سايكل بيخرج العادم وبسحب شحنه جديده عشان كده دي بقت ايه؟ اوبن سايكل. طيب حد عنده مشكله كده في الستايل النص ده؟ تمام؟ طب نتكلم على كلمه هيت انجن. احنا اتفقنا ان انجن هو ديفايس بيديوز باور صح؟ طب يعني ايه هيت انجن بقى؟ محركات حراريه. بيقول لي الهيت انجن ده انا بصنفه اس انترنال كومبانشن اند اكسترنال كومبانشن انجن. يعني ايه كلمه انترنال كومبانشن يعني ايه كلمه اكسترنال كومبانشن من غير ما ابص على الجو عشان انا مخليها هند كده يعني ايه انترنال كومبانشن يعني ايه اكسترنال كومبانشن وقول لي اكزامبل انترنال كومبانشن معناه ان الاحتراق بتاعي بيحصل داخل السيستم اما الاكسترنال كومبانشن الاحتراق بتاعي بيحصل خارج الباوندري لير بتاعت السيستم فاكرين السيستم ديناميك اللي شرحناه السنه اللي فاتت لما كنا بنقول يعني ايه سيستم يعني ايه باوندري لير سيستم الباوندري لير سيستم انترنال كومبانشن او انترنال كومبانشن انجن محركات ذات الاحتراق الداخلي معناها ان الاحتراق بتاعي بيحصل داخل السيستم داخل الباوندري سيستم بتاعتي زي ايه؟ زي موتور العربيه الاحتراق حصل فين؟ حصل داخل السيستم لكن تعالى بص على الاكسترنال كده كومبانشن انجن محركات الاحتراق الخارجي او ذات
اللي هو بيحصل فيها ايه ترانسفير بتحصل بس مش على السيستم من جواه من بره. الفيبر بار سايكل الفيبر بار سايكل انت عملت ايه؟ هو انت سخنت الميه ماشيه في ماسوره والهيت اكسترن الهيت سورس او الافران اللي سخنتها هي اللي بتطلع حراره من بره اكسترن صح؟ ما عملتش احتراق داخل الميه عشان اسخنها، لا انا جبت مصدر خارجي سخن الميه خلاص. فبيقول لي هيت انجن بقدر اصنفها از انترنال كومبانشن اند اكسترنال كومبانشن انجن ديبندنج اون هاف زي السبلاي وذا وركينج فلويد، بيعتمد على ان انا ازاي بضيف الحراره دي للوركينج فلويد بتاعي. الاكسترنال كومبانشن انجن ساتش از ستيم باور بلانت انت حطها مع دكتور عيد فيت السبلاي وذا وركينج فلويد فروم ان اكسترنال سورس ساتش از فيرنس جيوثيرمال ويل نيوكلير رياكتور اور ايفن ذا سول ماشي. بيقول لي في الانترنال كومبانشن انجن بقى ساتش از الاوتوموبيل انجن This is done by burning the fuel within the system boundary. في الانترنال كومبانشن انجن او زي او المثال بتاع الاوتوموبيل انجن بيحصل احتراق داخل السيستم باوندري بتاعي. فكده عرفت ان جنرال كده يعني ايه فيبر بار سايكل ويعني ايه جاس بار سايكل، وعرفت يعني ايه اوبن سايكل يعني ايه كلوز سايكل، وعرفت يعني ايه انترنال كومبانشن انجن يعني ايه اكسترنال كومبانشن انجن. صح معلومات هتفيدك كمهندس، مش شرط تخش الامتحان تلاقي الكلام ده موجود نظري. كنت متفقين شفتوا الامتحانات عامله ازاي؟ سؤال اهبل كده بنجيبه اثبات او اي حاجه كده. حد كام واحد جاب امتياز؟ لا انا جايب جيد جدا. ساعتنا اول هدف من الجزء ده اللي هشتغل معاكم لحد الميد تيرم، اول حاجه ازاي هنحسب البيرفورمانس اوف جاز باور سايكل، ازاي نحسب اداء او كفاءه الجاز باور سايكل، ازاي نعمل ديجول سمبليفاينج، نعمل افتراضات. انا قلت الكلام ده بكده ان كل الحاجات الاكسبيرمنتال او الاكشوال بتبقى صعب جدا ان انا اعرف احسب لها افيشنسي او اعرف احسب ادائها عامل ازاي او كفاءتها عامله ازاي، فلازم بعمل حاجه ثيوريتيكال بقول انها بتبقى اقرب كتير جدا من الاكشوال، وبناء عليها بقدر احدد كفاءه الجهاز بتاعي ده خلاص. فاحنا برده يبقى نفس القصه، نعمل افتراضات كده للروتنج فلويد اللي موجود داخل الجهاز باور سايكل عشان اقدر احسب الافيشنسي بتاعها. Review the operation of reciprocating engine يعني ايه اللي هو المحركات ذات الحركه التردديه، واعمل analysis both closed and open gas power cycle، solve problem based on auto diesel and diesel cycle، solve problem based on the Brayton cycle. Brayton cycle هناخد cycle ثانيه اسمها Brayton بعد ما نخلص. هو ده كل الجزء اللي هشرحه النهارده بس ده كله لحد الميد تيرم ان شاء الله. خلاص هنشرح سايكل اسمها برايتون سايكل ونعمل لها موديفيكيشن للبرايتون سايكل دي، هنحط لها ريجنريشن ونحط لها انتر كولينج وريهيتنج خلاص، هنعمل لها موديفيكيشن عشان احسن كفاءتها زي ما انت عملت موديفيكيشن مع دكتور عيد كده في الستي بار سايكل او الفيبر بار سايكل. By burning the fuel
within the system boundary. خلاص زي ما احنا برده قلنا بيقول لي most gas turbines are also internal combustion engine. معظم الجاز توربين كلها معظمها تبقى internal combustion engine. The name is usually applied to reciprocating the internal combustion engine. يعني ممكن اسميها محركات الاحتراق الداخلي ذات الحركة الترددية. حركة الترددية دي جت نتيجة ان حركة البيستون بتاعك بيطلع وينزل حركة ترددية وبعد كده هو متصل ب الرد كده الرد ده متصل بشخص فالشخص بيحرك بياخد الحركه التردديه دي يحولها الى حركه دائريه ده ايه انا هشرح دلوقتي على 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 سلندر واحد بس ممكن اجيب لك مساله في امتحان اربعه سلندر انا بقول لك بقى متوقع مني حاجات حلوه هديك مساله ما انا عايزاك تخرج بره تبقى متخيل العربيه دي بتشتغل ازاي والاربعه بس دول عاملين ازاي في عربيه ثلاثه في عربيه ثلاثه وفي مسكت اثنين عادي يعني اشتغل بره انجن انا عندي نوعين هما الكومن تايب يعني التطبيقات بتاعه المحركات الاحتراق الداخلي ذات الحركه التردديه حاجه اسمها سبارك اجنيشن انجن وحاجه اسمها كومبريشن اجنيشن انجن يعني ايه كلمه سبارك اجنيشن انجن معناها كومبريشن اجنيشن انجن اللي هي بين قوسين الديزل انجن حد كده برضه يقول لي انا ببقى عايز اعرف معلومه عندك قلت لك من شويه الكلام انا قلتهم ايه الفرق بين سبارك اجنيشن انجن وبين الكومبريشن اجنيشن انجن ده بيتحرق في الاسباك الفلور والاير اللي حد ضغطه معاه مره معينه بيحصل الشراره دي فبيحصل الانفجار لكن في اللي كان بيضغطه الفريزر حراره عاليه كده فبيحصل اشعاع زي الديزل بالظبط كده فده باشمهندس قال ان اللي هي السبارك اجنيشن انجن والكومبريشن اجنيشن انجن السبارك اجنيشن انجن زي المثال اللي انا لسه شرحاه السلندر اللي انا سحبت فيها اير فيول ميكشر وبعد كده البيستون رجع ضغطها لدرجه حراره معينه وضغط معين عندهم راحت السبارك عامله الشعله بتاعتها او الشعله دي عملت الشراره بتاعتها فراح حاصل الانفجار فعشان كده سماها سبارك اجنيشن انجن محركات بيحصل الاجنيشن او الانفجار بتاعها نتيجه السبارك لكن الكومبريشن اجنيشن انجن اللي هي الديزل سايكل او الديزل انجن لا انا مفيش فيها سبارك دي هي نفس الاسطوانه اللي شفتها من شويه وفيها انتيك فالف وفيها اكزوست فالف انتيك فالف بيسحب الرابو بيسحب الفيول بس بيسحبه من انتيك فالف وبعدين ينزل البيستون لتحت وبعد كده البيستون يطلع فوق يضغطه بيحصل له كومبريشن لدرجه حراره عاليه جدا وضغط عالي جدا بتفوق درجه الحراره بتفوق درجه الحراره اللي هو الاشتعال الذاتي بتاعها فاول ما بيعدي الضغط الضغط بيعلى ودرجه الحراره بتعلى فبروح حاصل ايه يحصل ايه انفجار ذاتي من غير سبارك وبعد كده يرجع يحصل الباور ستروك اللي هو البيستون بتاعك ينزل لتحت وبعد كده الكرانك شوت يطلعه تاني لفوق الاكزوست فالف بيتفتح فيروح مخرج العادم وهكذا خلاص فده الفرق بين السبارك اجنيشن انجن والكومبريشن اجنيشن انجن اللي هي الديزل انجن بيقول لي في السبارك اجنيشن انجن ميكتشر اوف فيول اند اير از اجنيتد باي سبارك بلاك بيحصل لها حريق عن طريق ولاعه اما في الكومبريشن اجنيشن انجن اير از كومبريسد تو هاي انف بريشر اند تمبريتشر ذات كومبشن اكيورز وين فيول از انجكتد السبارك اجنيشن انجن لها ميزه او هاف ادفانتج فور ابلكيشن ريكواير باور اب تو 300 حصان يعني انا بستخدم السبارك اجنيشن انجن في العربيات او في الديفايس او في الانجن اللي هي بتطلع لي باور لحد 300 حصان اللي هي 225 كيلو وات لكن الكومبريشن اجنيشن انجن ذات ويت فور ابلكيشن وين فيول كيلومي اند لارج اماونت اوف باور ريكواير زي الهيفي تراك اللي هي العربيات الكبيره بتاعتنا والباصز واللوكوموتيف والشيبس دي بتبقى محتاجه باور عاليه جدا فما ينفعش فيها سبارك اجنيشن انجن فبنستخدم فيها كومبريشن اجنيشن انجن بيقول لي ذا بروسيس ذات تيك بليس ان انترنال كومبشن انجن البروسيس بقى اللي بتحصل احنا اتفقنا انها سايكل صح؟ فالسايكل عباره عن مجموعه من البروسيس سيريس اوف بروسيس فالبروسيس اللي بتحصل داخل الانترنال كومبشن انجن بتاعتي حاجه اسمها ستكشر اللي هو صوت السحب وبعد كده كومبريشن صوت الضغط وبعد كده الاكسبانشن او بين قوسين الباور ستروك الصوت اللي بيحصل الشوت اللي بيحصل فيه باور وبعد كده الاكزوست اللي هو بيخرج العادم فهم دول الاربعه ستروك بتوعي اللي بيحصلوا داخل السايكل بتاعتي عشان تعمل سايكل خلاص يبقى اربع اشواط الاربع اشواط دول بيدوني 1 ثيرموديناميك سايكل 2 ميكانيكال ريفوليوشن للكرانك شافت دوني لفتين من الكرانك شافت يدوني 1 سايكل واحده بس ثيرموديناميك اربع اشواط الاربع اشواط
صح؟ وبعد كده ضغط وبعد كده باور وبعد كده اكزوست، دول عملوا وان ثيرموديناميك سايكل. ادوني توربيليوشن او ميكانيكال سايكل، بنقول عليها ميكانيكال سايكل، توربيليوشن حركتين كرانك شفت. خلاص؟ طب انا عايزه سؤال كنت متوقع حد يسأله، بس في الجزء بتاع السبارك اجنيشن انجن او في الكومبليشن اجنيشن انجن، انا دلوقتي العربيه مبطله اهي صح؟ ايه اللي خلى العادي بتاعي او الاير الشحنه بتاعتي هي الاير والفيوم ميكتشر دخل جوه الاسطوانه؟ انا فتحت الانتيك فالف مفتوح مثلا، ايه اللي خلاه يدخل؟ لسه ما عملتش حاجه خالص، اول ما ركبت العربيه كده وقعت. البطاريه دي فايدتها كل فايده البطاريه ان البطاريه اول ما بحط المفتاح بتاع الكونتاكت او بضغط على زرار ستارت اللي موجود في العربيات، اول ما بحط المفتاح بتاع الكونتاكت البطاريه بتدي سيجنال لحاجه اسمها السيلف، حاجه اسمها سيلف ستارت اللي موجود في الترانك شفت، هي بس تروح من جنب النقطه الاولانيه اسمها سيلف ستارت ان الترانك شفت، الترانك شفت يروح واخد عامل هو الحركه الاولانيه يسمح ان خلاص التانك بتاعي الانتاج فالف بتاعي مفتوح فيسحب البيستون معاه لتحت، والضغط داخل الاسطوانه اقل من الاتموسفيريك بريشر ففي فاكيوم بيحصل سحب كده، فدي نتيجه ايه؟ البطاريه. لو تفتكر لو دخلت حتى على النت عملت سيرش على العربيات زمان قبل ما يخترعوا البطاريه كان في حاجه زي اللي بيقولوا عليها مرافيلا ولا معرفش بيقولوا عليها ايه؟ بتاع كده بروح هو كان بيعمل كده بيلف الاول مانوال عشان السيلف دوت الكرانك شافت فيسحب يعمل الشوط الاولاني بس يسحب البيستون بتاعي لتحت فالشحنه تدخل وبعد كده يبتدي بقى يحصل ايه؟ الحركه التردديه بتاعتي. خلاص؟ يبقى عرفنا ازاي بدا اصلا اول شوط، العربيه لسه قافله خالص مش هقول انها قافله على ال شكل التجراج او شكل مبسط للانترنال كومبانشن انجن عموما، دي عموما؟ لا دي مش عموما صح؟ دي انترنال كومبانشن انجن عموما؟ امال دي ايه؟ دي سبارك انجن. دي لو انا بتكلم عن انترنال كومبانشن انجن سواء كان هو مش ثلاثه او الاثنين بركز من الثاني، اضحكوا عليا. ايوه هي ولو انا بتكلم على انترنال كومبانشن انجن دي سبارك اجنيشن انجن، دي سبارك عشان في سبارك موجود ايه، لكن هي لو ما فيش السبارك دي كانت هتبقى كومبريشن اجنيشن انجن اللي هي الديزل. شكل الدخل منها الديزل كان بيطلع ديزل. ديزل؟ ما فيش اصلا سبارك، هي هتبقى شبه الفورد بالظبط بس ما فيش سبارك. من الانتيك بارك؟ ما هو الانتيك بارك ده هو اللي بيدخل الفيول بتاعه وبيدخل ايه فيول ميكشر. اما السبارك دي اللي هي الجماعات اللي بتعمل الشراره بس. لكن في الديزل او الكومبريشن اجنيشن انجن مفيش سبارك، هو بيعتمد على ان هو بيضغط الوقود بتاعي اللي جوه ده بضغط عالي جدا ودرجه حراره عاليه جدا اعلى من درجه حراره الاشتعال الذاتي بتاعها فبتشتعل لوحدها، فلما بيشتعل لوحدها بيروح عامل اكسبلوشن سبارك كبير فبيروح منزل البيستون مره واحده من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر فبيحصل باور ستروك. خلاص؟ لكن شكل الدايجرام بتاعي ده سبارك اجنيشن انجن، ليه سبارك؟ عشان في ولاعه فوق اهي مكتوب عليها سبارك بلاك. خلاص؟ الفالف ده اللي هو الانتيك فالف ده الاكزوست فالف ده البور الديامتر بتاع ده البيستون ودي كده البور نقول عليه البور ده نقول عليه الديامتر بتاع البيستون. خلاص خلي بالك الديفينيشن دي انا دلوقتي مطلوبه منك تبقى عارفها. كلمه كليرنس فوليوم هنقولها يعني ايه كليرنس فوليوم؟ هي عباره عن الفوليوم اللي موجود دلوقتي البيستون بتاعي هو لسه ما عملش حاجه خالص ما سحبش اي شحنه موجود فين؟ في النقطة اللي فوق، النقطة اللي فوق دي بيقول عليها التوب ديد سنتر. لما سحب الشحنة بتاعه واتملى نزل تحت ركز كده عند يعني حاطط زي ما تقول حاجة كده بتمنعه ان هو ينزل ستوب يعني، دي اسمها البوتوم ديد سنتر. المسافة بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر ده اسمه ستروفتو، ده الشوط اللي بيعمله. طيب الكليرنس فوليوم ده هو المينيمم فوليوم أو الفوليوم اللي موجود فوق التوب ديد سنتر، الحتة دي. بس ما بيطلعش لحد فوق، في حته فاضيه كده، الحته الفاضيه دي معلقه مينيمم فوليوم او الكليرنس فوليوم. خلاص؟ طيب الفوليوم اللي هو لاكن نتيجه حركه البيستون من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر ده بنسميه ديسبليسمنت فوليوم. خلاص؟ في عندي فوليوم تاني اسمه الماكسيمم فوليوم هو عباره عن المينيمم فوليوم او الكليرنس فوليوم بلس ديسبليسمنت فوليوم، صح؟ عباره عن الحجم ده زائد الحجم اللي فوق ده.
جاني البي ماكسيمم، لكن دي بس ديسبيسمنت فوليوم، دي بس الكليرنس فوليوم او المينيمم فوليوم. المينيمم فوليوم اللي نزلها برامز دي 2 والماكسيمم فاليو دي ماكس. خلاص عشان الحاجات دي احنا نقولها دلوقتي. الحركه بتاعه البيستون بتاعه ريسيبريكيتنج موشن حركه تردديه، وبعد كده في كرانك ميكانيزم اهو بيعمل روتيتال موشن حركه دائريه. انا المفروض عم جايبه فيديو شارح الموضوع ده كده بصوت وجميل، فهقولكم مره جايه معلش انا نسيت اقوله بس من على فكره. بيقول لي هنا دي الديفينيشن انا لسه قايل عليها، اوف ذا مين بور هو عباره عن الدايمتر بتاع البيستون، يعني ايه تيك باب اير اور اير اند تيم ميك تشارج از درومن ان تو ذا سيلندر ثرو اير. ده كده التيك باب. الاكزاوست فالف، الاكزاوست فالف هو الكومبانشن برودكت ار اكسبريت فروم ذا سيلندر ثرو اير اللي هو بيخرج منه العادم. فيلم ذا ستروك اللي هو الشوت هي اللارجست ديستانس ذات ذا بيستون كان ترافل ان وان دايركشن، هي عباره عن اكبر مسافه البيستون بيتحركها في اتجاه واحد، سواء كانت من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر او من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر. الشوت الواحد ده بيقول عليه ستروك. الكليرنس فوليوم او المينيمم فوليوم فورم ان ذا سلندر وين ذا بيستون از ات التوب ديد سنتر. ديسبليسمنت فوليوم هو عباره عن الفوليوم ديسبليسد باي ذا بيستون از ات موف بتوين توب ديد سنتر اند بوتوم ديد سنتر. يعني ايه كلمه كومبريشن ريشيو؟ هي الار، هي الريشيو اوف ذا ماكسيمم فوليوم، هي نسبه بين الماكسيمم فوليوم فورم ان ذا سلندر تو ذا مينيمم او الكليرنس فوليوم. يعني الار كومبريشن ريشيو الفي ماكس على الفي مينيمم. الفي ماكس هنا عباره عن ايه؟ التوتال ماكسيمم اللي هي الكليرنس والديسبليسمنت. يعني كده ساعات ما بروح لجايب مدياك بس الفي ديسبليسمنت فوليوم، بقول لك هات انت بتجيب الديسبليسمنت فوليوم وبعد كده اقول لك مش عارف اجيب الفي ماكس. ما انت هتجيب الفي مينيمم وبعد كده تجمع الاثنين مع بعض وكده جبت الفي ماكس. هي حسب بقى ايه المساله. هنا خد بالك الفي ماكس هو عباره عن الفوليوم اللي موجود عند لما كان البيستون عند البوتوم ديد سنتر. انزل تحت بالتخيل البيستون تحت يعني معناه ايه؟ معناه الفوليوم بتاع الديسبليسمنت بلس الفوليوم بتاع الكليرنس على الفوليوم مينيمم اللي هو الفوليوم لما كان موجود على البيستون موجود عند التوب ديد سنتر، صح؟ اللي هو ماشي. بقول لك ركز في كلمه الكومبريشن ريشيو دي هي فوليوم ريشيو. هو انا بتحكم في الكومبريشن ريشيو ازاي؟ اتحكم في الديزاين بتاع السنتر بتاعتي اصلا، في الديامتر بتاعتي. ما انا بقول لما بتحكم في الديزاين وانا بصممها عشان الكومبريشن ريشيو دي بعد كده بص هتلاقي عامل مؤثر في كفاءه السايكل. لو انا عايز اعلي الكفاءه بتاعتي او انا عايز اقلل الكفاءه بتاعتي اقلل فيها عن طريق الكومبريشن ريشيو. طب الكومبريشن ريشيو دي اصلا نسبه بالاحجام، فاحجامي معناها متوقفه على الديامتر، فديامتر يعني انا بتوقف كمهندس ديزاينر اصمم حسب المطلوب مني. هنا نشرح ان ديتيلز بقى الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله في السبارك اجنيشن انجن. بيقول لي ديورنج سكشن اثناء السحب شارج اللي هي الاير اور الاير اند فيول حسب. خلي بالك انا بقول لي اير دي بقول اير اند فيول، اقول لك الحته دي مع اني برضه اقولها بالتفصيل بس عشان لما اجي لك تبقى عارفها امتى اقول اير وامتى اقول اير فيول ميك تشارج. اير فيول ميك تشارج الاكشن سايكل اللي هي السايكل اللي موجوده بقلب المحرك بتاع العربيه بتدخل اير فيول ميك تشارج. لكن كلمه اير دي امتى بقول اير بس؟ لما اجي اعمل بقى السيميتيك اللي هي الاوتو والديزل اللي احنا هناخدها والديول سايكل. الاوتو والديزل والديول سايكل الثلاثه سايكل اللي احنا هنشتغلهم بعد كده من الحضره الجايه دول الثيوريتيكال سايكل بتوع السبارك بتوع الكومبريشن ايجنيشن انجن عشان اقدر احسب كفاءتها. عشان انا قلت ان انا ما اقدرش احسب كفاءه حاجه وهي اكشوال نتيجه الفقد ونتيجه العوامل الكتير اللي بتضيع مني وانا بشتغل عملي فمش هعرف احسبها، فبعمل حاجه ايديال قريبه ليها عشان اعرف احسب كفاءتها. ولما اجي اعمل بقى الحاجه الايديال او الحاجه الثيوريتيكال دي بيبقى الوركنج ديول بتاعي ايه؟ عشان كده لو باجي اتكلم هنا بقول اير اور اير اند فيول. اير اند فيول دي في الاكشوال بتاعتي، واير لما انا هكون هشتغل عليها كثيوريتيكال. فبقول لي ديورنج سكشن الشارج بتاعتي سواء كانت اير او اير اند فيول از دراون انتو ذا انجن ديو تو داون وورد موفمنت اوف ذا بيستون نتيجه لحركه البيستون لتحت، ويبتدي يسحب الانتاج فالف يسحب الشحنه بتاعته. وقلت ايه اللي شجعه ان هو اصلا ينزل لتحت؟ ان انا اول ما حطيت المفتاح بتاعي في البطاريه، البطاريه عملت ادت سيجنال لحاجه اسمها سيلف ستارت موجوده في الكرانك شافت راحت محركاه نص حركه، فلما اتحرك نص حركه هو بيتحرك راح ساحب بيستو معاه لتحت. في الوقت ده الاكزاوست فالف مقفول، الانتيج فالف مفتوح، ونتيجه فرق الضغط ان الضغط داخل الاسطوانه اقل من الضغط الجوي بقى فاكيوم بريشر بيسحب كده لتحت فبيروح ساحب ايه؟ الشحنه. يقول لي the charge is taken inside the engine because the pressure inside is less than the atmospheric pressure. After the charge had entered
the engine both structure and delivery valve are closed. اول ما الصوره بتاعتي اتملت بالشحنه بتاعتي الاثنين فالف مقفولين الانتيك فالف والاكزوست فالف are closed. The piston mover it will move from the bottom dead center to the top dead center thereby compressing the charge inside the engine. صح؟ هو نزل من التوب ديد سنتر لحد البوتوم ديد سنتر في مرت الشحنه سواء كانت اير او اير فيول ميكشر. وبعد كده الكرانك شافت خلاص بقى خد التكه بتاعته الاولانيه فبقى يتحرك راح مطلعه تاني. فلما طلع من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر حصل ايه للفيول بتاعي او الميكشر بتاعي؟ كومبريز ضغط. During compression the pressure inside the engine cylinder rises. Pressure goes above atmospheric pressure. After the compression process, spark plug reduces sparks which will ignite the air fuel mixture. أول ما الضغط بتاعي ارتفع الضغط درجة الحرارة اللي هو مطلوبة حصل إيه السبارك راحت عاملة الشعلة بتاعتها. فلما عملت الشعلة بتاعتها حصل explosion take place inside the engine because of which there is high pressure rise inside the cylinder. حصل الانفجار بتاعي فالانفجار لما حصل عمل ضغط كبير جدا داخل الاسطوانة صح؟ فالضغط الكبير ده يعمل ايه في البيستون؟ هيضغط عليه يروح منزله من التوب سنتر للبوتوم ديد سنتر. والستروك ده بنسميه باور ستروك اللي هو الشورت بتاع الباور. بيقول لي هينس بيستون ستارت موفينج فروم توب ديد سنتر تو بوتوم ديد سنتر ات فيري هاي سبيد thereby converting the chemical energy of fuel into the mechanical world. مش ده اللي حصل؟ الكيميكال انرجي كانت موجوده داخل الفيول تحولت لايه؟ لور ميكانيكال مور صح؟ After the expansion process of power stroke is completed then the burned gases as well some amount of unburned charge. مش كل الشحنة اتحرقت اكيد يبقى في جزء بقى عادي وجزء unburned ايه؟ charge موجودين داخل الاسطوانة will be exhausted from the engine cylinder. Piston will start moving from bottom dead center to top dead center. Inlet valve is closed and exit valve is open. Therefore, the gases inside the engine are exhausted or sent out from the engine to atmosphere. خلاص؟ In this way, all the process inside the engine gets completed. كده كل البروسيس اللي داخل الانجن بتاعتي تمت. عشان كده قلنا ان ده open cycle. ليه؟ لان الشحنه كلها خرجت وهيرجع يبتدي يعمل عمليه من اول وجديد. فاول شوط في البروسيس بتاعته اللي هيعملها ان هو هيسحب ريفرش فيول صح؟ وقود جديد. عشان كده قلنا ان دي open cycle. هي مين افكت البريشر ده؟ انا هقوله بالتفصيل المحاضره الجايه. فانا بس هقول برضه دلوقتي كده يعني ايه تعريف. بيقول لي برامتر يوز تو ديسكرايب. انا عندي بقى العامل او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان او احدد بيها كفاءه او اداء ريسيبروكيتنج انترنال كومبشن انجن حاجه اسمها مين افكت بريشر. يعني ايه كلمه مين افكت بريشر ده؟ بيقول لي ايه فيكتيشوس بريشر هو ضغط تخيلي او خيالي. يعني بيقول اللي هو if it is active on the piston during الضغط اللي هو بيأثر على البيستون اثناء الباور ستروك would produce the same amount of network as produced during the actual cycle. هنقول بالتفصيل بالتفصيل في المحاضره الجايه. فمين افكت بريشر ده معناه اللي هو عباره عن الورك نت على الفوليوم ماكس ناقص ايه؟ الفوليوم مينيمم. الورك نت اللي طلع اثناء الباور ستروك على على الفي ماكس ناقص الفي مينيمم. الفي ماكس ناقص الفي مينيمم ده يعني عباره عن ديسبليسمنت فوليوم صح كده؟ هنشرح برده مين افكت بريشر ده المحاضره الجايه بالتفصيل. بس خليك ايه هنت عليه كده. ده كده الشكل السايكل بتاعتي الاكشوال سايكل. لو احنا جينا بصينا لها على الفي في دياجرام بص البيستون ده التوب ديد سنتر ده البوتوم ديد سنتر. في بدايه المشوار بتاعي خالص البيستون كان موجود فين؟ عند التوب ديد سنتر. اول ما حصل السيلف ستارت ان الكرانك شافت وبدا البيستون بتاعي ينزل لتحت ايه اللي حصل؟ التيك فالف بتاعي مفتوح بدا يسحب الشحنه والبيستون بتاعي يتحرك من التوب ديد سنتر لحد مين؟ البوتوم ديد سنتر. بعد ما جه عند البوتوم ديد سنتر الكرانك شافت راح محركه لما حركه بدا يطلعه لفوق عشان يرجعه تاني عند التوب صح؟ هو بيحركه لفوق عمل ايه؟ عمل كومبريشن. قعد يضغط 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 لحد الاجنيشن بوينت. تمسيك السايكل بتاعتك اللي هي كاكشوال هي مفتوحه اوبن مش
يعني هي بتنهي عند نقطة وبتبتدي عند نقطة مختلفة. اه هي حتى لو بتنهي عند نقطة وبتبتدي عند نقطة خلاص. دكتور هو حضرتك دلوقتي في الاول خالص قبل ما يحصل اي عمليه احتراق اللي بينزل السنده اللي تحت البطاريه طب دي ازاي بتنزلها لتحت معلش؟ لا هي في حاجه في القلب العربيه عند الكرنك شافت كده من تحت حاجه اسمها السيفت ستارت. هي البطاريه بتديله سيجنال بس اول ما تحط المفتاح كده وتروح تشغله تطلع عامله تدي سيجنال للسيفت ستارت. هو بيعمل ايه؟ الكرنك شافت حركه بينزله لتحت. اه بيحركه حركه لو هي بس اللي لفه تروح ساحب الديسك تحت. وبعد كده بيطلع تاني ازاي برضه؟ بيطلع بقى خلاص نتيجه بقى الحركه التنظيميه بقى خلاص سحب بتاعه ملا وهكذا. هي السيفت بس البدايه الاولانيه يعني هو لما بينزل تحت بيطلع تاني لوحده. اه خلاص ما هو انت خلاص الكرنك بدا يتحرك بقى بدا يحجز. انا بتكلم على البدايه الاولانيه فانا منين بس عشان كده قلت لك حتى لو انت دخلت طلع منه شفت هتلاقي قبل اختراع البطاريه في فيديوهات كتير قوي كده بص هي عند الكبوت من قدام كده ماسك بتاع شبه ال اه بيقول مدخله في العربيه ومدي اللقطه الاولانيه للكرنك شافت. دي بقى ليه؟ عشان احول من اكشوال سايكل ان احنا لسه دلوقتي الكلام اللي مخصوصه كله انا خلاص مش قادره اقراه. بيقول لك ان الاكشوال جاز باور سايكل قرصه كومبلكس تول يوز اناليسيس تول عشان اقدر اخليها للمستوى اقدر يعني احسب له كفاءته او احسب معامل الاداء بتاعه هخليها احط لها افتراضات واخليها من الاكشوال سايكل تبقى ثيوريتيكال سايكل او ايديال سايكل. ايه الافتراض اللي انا هستخدمها في الجاز باور سايكل؟ حاجه اسمها الاير ستاندر سابشن الافتراضات بتاعت الاير ستاندر دي. اول حاجه بيقول اول افتراض ان الوركنج فلو بتاعي الاير هيتعامل مع ان الوركنج فلو بتاعي اللي موجود جوه اير خلاص. طب الاير ده حد يقول لي طب ما الاير دوت هيحترق ازاي؟ عشان يحصل احتراق لازم يبقى عندي وقود وهواء ومصدر اشعاع صح؟ طب انت دلوقتي خلقتيه اير فهيحترق ايه اللي هيحصل عشان يحصل احتراق؟ لو انت كملت بيت الافتراضات مش هتعرف. احنا كده بننزل العربيه داخل الاير بس. احنا بنحاول نعمل واحده واحده لسه بقول اكشوال سايكل خلاص صعبه جدا ان احنا نحسب لها كفاءه فاحنا نخليها ايديال سايكل. فالايديال سايكل اول افتراض فيها ان الوركينج فلو بتاعي اتفقنا ان الجاز هو السايكل والوركينج فلو بتاعتنا جاز صح؟ فاحنا نخلي الجاز ده اير. طب الاير ده هيولع ازاي؟ هو مفيش شحنه مفيش فيول مفيش وقود صح؟ مش ده سؤالك؟ اقرا بقى تاني افتراض كده او تالت افتراض تقول لي الكومبانشر بروسيس عمليه الكومبانشر بروسيس از ريبليسد باي هشيلها بهيت اديشن بروسيس فروم اكسترنال سورس. يعني انا هشيل الجزء بتاع ما خلاص مبقاش عندي وقود ما عنديش وقود عشان يحصل احتراق ده هواء فالهواء هيولع ازاي؟ بيولع الهواء والوقود الهواء والوقود مثلث الاحتراق عشان يحصل احتراق في اي حاجه في الدنيا لو انت قاعده كده وعايز تولعي كده عايز تولع من غير ولاعه لازم يبقى عندي ثلاث حاجات عشان يحصل احتراق عندي هواء مصدر اشعاع عندي مصدر اشعاع وقود وعندي ماتيريال او حاجه عشان تتحرق. هي دلوقتي عملت ايه؟ جاب الولاعه الولاعه دي لو حطها في مكان بارد ما فيش فيه هواء امراه تولع مش هينفع تولع. ثالث حاجه عملت ايه؟ شوف الست جت فضيتنا ازاي؟ جابت البرودكت اللي هيتحرق صح؟ طيب قبل ما انا في الاكشوال سايكل بتاعتي كان عندي هواء ووقود فالوقود ده هو عنصر الاحتراق والهواء قلنا الشراره فدول كده الثلاث عناصر متوفرين. طب في الافتراض انت قلتي مش هيبقى فيه عندي فيول هيبقى عندي هواء. طيب الهواء يولع منين؟ ومفيش وقود؟ لا انا شلت بقى الجزء بتاع السبارك اجنيشن ده وحطيت او الانترنال كومبانشن وحطيت مصدر خارجي للحراره. اهو قلت الكومبانشن بروسيس از ريبليس باي يعني اتشالت او اتبدلت بهيت اديشن بروسيس فروم ان اكسترنال سورس. يعني الهواء ده انا سخنته بمصدر من بره. ضفت له حراره هيت ادي. خلاص؟ طيب اول افتراض ان ممكن الفلو بتاعي هيبقى هواء. تاني افتراض ان الاول بروسيس اللي موجوده داخل السايكل بتاعتي تبقى انترنال ريفرسبل بروسيس. يعني ايه كلمه انترنال ريفرسبل بروسيس؟ واخدين السنه اللي فاتت انت متعامل معانا في تقسيم اثنين دلوقتي. يعني ايه كلمه انترنال ريفرسبل بروسيس؟ ازنتروبيك ايه؟ ازنتروبيك ازنتروبيك يعني بترجع تاني زي ما هي بدون ما يحصل فيها اي تغيير. انترنال ريفرسبل بروسيس انترنال ايه؟ يعني
سيستم صح؟ وريفيرسبل يعني كانت عند واحد بقت اتنين رجعت تديله واحد وهم اثنين متطابقين جدا مفيش اي حاجه مختلفه فعشان كده اقول كريتيكال دي حاجه مش اكشوال يعني ثالث افتراض بقى اللي هو الكومباينر بروسيس از ريبليس باي ليد اديشن بروسيس هم اكسترنال كول والاكزوست بروسيس مش هيبقى عندي بقى اكزوست بامب مش هيبقى عندي حاجه عشان تخرج لا هو الاكزوست بروسيس ده ريبليس باي هيت ريجكشن بروسيس ذات ريستور ذا وركينج فلويد تو انيشال ستيت خلاص يبقى انت حتى تخيلت كده الاربع افتراضات بتوعي الوركينج فلو بتاعي يبقى هوا تاني حاجه ان كل البروسيس اللي داخل السايكل بتاعتك انترنال ريفيرسبل بروسيس ثالث افتراض ان انا ما عنديش كومبانشا ما عنديش احتراق لا عندي هيت اديشن البروسيس ده من الاكسترنال سورس رابع افتراض ان انا ما عنديش اكزوست فالف لا انا عندي هيت ريجكتد الاتموسفير خلاص دول الاربع افتراضات اللي انا هستخدمهم عشان اعمل ايديال سايكل تطلع قريبه بس مش اكبر بس من خلال هعرف اتحكم في حاجات كتير جدا في الديفايس بتاعي خلاص الافتراضات بتدي ديتيلز يعني الكلام اللي كان في الاستاد اللي فوق ده كله مترتب هنا فانا مش هعيده انا حاسه ان الكلمه اللي بعدها سايب فيو فلو طلعت سايب فيو ما سايب لا